وآخر لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ تبطل الركعة الأولى ويعتبر الثانية هي الأولى ويكمل صلاته ويسجد للسهو، يكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. أما إذا كان مضى الوقت ما تذكر أنه تارك الفاتحة إلا بعد ما، إن كان ذكر بعد ما سلم في الحال، يقوم ويأتي بركعة يسجد للسهو. أما إذا كان ما تذكر إلا بعد مدة أو بعد ما انتقض وضوءه، فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم.